ابن القيم رحمه الله ألف زاد المعاد عن ظهر قلب في سفرته إلى الحج. انظروا عن ظهر قلب وفي سفر وإلى أين للحج مع ما فيه من المشاق والمتاعب، ليست هناك وسائل نقل مريحة ولا متقدمة، إنما هي الجمال، قلة الأكل، التعب، شدة الحر، كل هذه من المعوقة. ومع ذلك فقد ألف هذا الكتاب من 5 أجزاء، الجزء يزيد على 500 صفحة، مما يدل على عمق علمية هذا الرجل.